بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم استراتيجية حبل الغسيل تطبيقا على درس الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتي في العفو والتسامح. أريد من درس الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتي في العفو والتسامح ثلاث كلمات بها القمرية. الأسرع في التعليق، الأسرع في التعليق. خذ قلم تاني، السبورة أقلام. قلم على الأرض أهو، القلم على الأرض. مازن، في قلم على الأرض. خذ قلم، اللي محتاج أقلام أهو. الأقلام كثيرة. المجموعة التي ستلتهي أولا، الولد العفو المنزل عندكم ناقص بعد الواو ألف، الوالد باقي ألف. خلاص، أول مجموعة علقت، مجموعة أبو بكر. طيب، مجموعتكم ما زالت لم تنتهي. المجموعة الثانية مجموعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الآن مجموعتان فائزتان. المجموعة الثالثة عندكم، أنتم كاتبين الولد وهي الوالد، ناقص ألف. خلاص خلاص يا عبد الله، كده غلط. لا كده غلط، ليس لك دخل به، هخصم منكم درج. خلاص، عندكم ناقص ألف بعد الواو، عدلوه. هنا المنزل العف المسلم. الإجابات صحيحة، الإجابات كلها صحيحة الحمد لله، الكل يعرف اللام القمرية، ولكن المجموعة الأولى أبو بكر، والمجموعة الثانية عمر، ثم عثمان، ثم علي. أحسنتم يا أبطال. خذ القمصان وعود مرة أخرى. طيب، سأطلب منكم إجابة أخرى. هيا اترك المشبك، هون اترك المشبك، خذ القميص واذهب. هيا اذهب اذهب اذهب، خذ مناديل وامسح، خذ لك قلم من هذا. واحد مناديل، ايه مناديل، تفضل خذ وامسح بسرعة واستعد. هات القلم، هات هذا القلم. طيب استعد، القمصان الحمراء. خلاص يا ابن براء اجلس بسرعة، استعد، كله معه قلم، مستعدون. أريد ثلاثة أسماء، ثلاثة أسماء. الأقلام كثيرة، الهدوء. علق. ثلاثة أسماء، من سيعلق أولا؟
شغل مخك، شغل مخك، شغل عقلك. ما اللي داخل عندك؟ عندك المشابه كثيرة. من الذي سيعلقه؟ الوالد فواز عادل. فازت مجموعة علي بن أبي طالب بالمركز الأول، بالمركز الأول. ما زالت المجموعات الأخرى لم تنتهي. نحيي مجموعة علي بن أبي طالب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتم لم تعلقوا بعد يا فواز. مجموعة علي تأتيني هنا. مجموعة علي لسه. مجموعة المجموعة مجموعة عثمان انتهت أيضا، ومجموعة أبو بكر. ولكن المركز الأول كان مجموعة علي بن أبي طالب. طيب أشكركم. احنا كنا أول واحد. الحمد لله. أنتم، أنا أهم شيء عندي أنكم عرفتم الاسم، ولا واحد ولا مجموعة أخطأت، وعرفتم اللام القمرية. هذا هو المهم، أننا أتقننا المهارة كما أننا تنافسنا وكانت المنافسة شرسة، كما أننا سعدنا بالاستراتيجية. وإن أعجبتك الاستراتيجية لا تنسى اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.